تترافق أعياد الميلاد المجيد مع ذكرى المولد النبوي الشريف. كاميرا أورينت نيوز رصدت أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق في ظل الحصار المتواصل من قبل قوات النظام والعدوان الروسي. نتابع. نحن هم محتفلين هلا بالغوطه انه نعبر للعالم انه نحن رغم القصف تبعنا رغم الكذا نحن محتفلين مولد النبي ما بننسى هذا الشيء اذا الله رب. يعني ما بنقول أثر الثورة أثرت ما بنقول ما أثر يعني قبل الثورة كنا قبل بيومين ثلاثة نحن عم نجهز للتواصي وهلا اليوم بنقول نصوح بكير يعني عم نجهز له وإن شاء الله أمورنا كلياتها بخير ورغم الحصار نحن فيه ورغم الخنق نحن هون بالغوطة والقصف والحمد لله العالم كلها يعني عم يعني ما بقول لك انه فرحانه بس انه شو بدها تساوي يعني عم تحتفل يعني بعيد النبوي الشبير الشريف يعني منهاجنا يعني منهاج النبوه ومنهاج ديننا هون. هو اليوم احنا عم ناسس لشيء انه يذكر الشعب بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو اسوتنا وقدوتنا الحسنه لدين هذا دين الاسلام طبعا لكل المسلمين. احنا طبعا نحن هون مو انه والله عم نذكر هو دائما بقلوبنا وذكراه دائما على جباهنا وبصلاتنا دائما بس نحن بشكل نذكر نرفع المعاناه والمواساه على العالم اللي برا انه نحن لحد الان باذن الله تعالى في مين عم يقوم بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منحت هذا الشيء بالمرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بقلوبنا طبعا ده شيء اكيد يعني بس العالم انتهت بالحصار انتهت المعاناة الفقر انتهت معاناة الجوع نحن دائما يعني نرفع الأسى ان شاء الله تعالى عن اللي برا انه يفوتوا على محلات لسه باذن الله تعالى قائم فيها اللي شيء اللي نسوه من قبل الثوره. ينضم إلي أنس التريسي مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب عبر الأقمار الصناعية وأيضا سيكون معي من بيت لحم مراسل أورينت نيوز سامر الرويشد. أهلا بكما معي. رح أبدأ معك أنس التريسي بداية يعني حدثني عن الأجواء في إدلب تبعنا بالغوطة الشرقية رغم الحصار في أجواء احتفالية نوعا ما بعيد المولد النبوي الشريف بإدلب يعني اللي عم تتعرض لعمليات قصف يومية مكثفة من العدوان الروسي هل قدروا يعملوا جو احتفالي؟ نعم رولا مساء الخير اول شيء للساده المشاهدين الحقيقه ما هالسنه يعني ما صار احتفاليات بالمساجد مثل المعتاد مثل كل سنه ولكن الناس كل حدا عبر بطريقته الخاصه عن احتفاله بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام صار في توزيع للحلويات بأماكن كثيرة توزيع للسكاكر كل حدا بمنطقة سواء بمركز المحافظة بمدينة إدلب أو بسراقب أو معرة النعمان خشيخون أريحة جسر الشغور على قلة العدد السكاني اللي فيها ولكن كل حدا عبر بطريقته الخاصة عن ابتهاجه وفرحته بمولد الرسول وهي المناسبة العظيمة. لو سمحتي لي رولا رح استضيف معي الأستاذ مصطفى أداد رح نحكي أكثر عن هالمناسبة. السلام عليكم مساء الخير أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أخي الكريم. أستاذ إيش بتحب تحكي بهالمناسبة العظيمة ومناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تفضل الهواء لك. الله يبارك فيك يا رب. الله يجزيكم خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم ممكن هي فرصة تمر على الأمة اليوم أنه ننتهز هذه الفرصة نتكلم عن مشروع عام وأكبر. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نقلة نوعية في تاريخ البشرية كانت محور
فاصل في تاريخ البشرية جمعاء. أنت ترى اليوم الأحداث التاريخية تؤرخ، فالعالم كله يؤرخ لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان بمثابة تحول تاريخي وانعطاف تاريخي، حتى عندما تكلموا عن الخالدون في التاريخ وجعلوهم 100 وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم أقروا بذلك. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعالم أجمع حدث تاريخي، للعالم أجمع، فما بالك بالنسبة لأمة تعتقد بأن هذا الرجل جاء بالوحي من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأمتنا الإسلامية جمعاء هو حدث عظيم على اختلاف مذاهبنا وأقوالنا في تاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم، على اختلاف موقفنا أيضا من الاحتفالات التي تجري وفقا لأعراف وطقوس كل منطقة وكل بلد وكل قطر من أقطار البلاد الإسلامية، لكل عاداته وتقاليده في الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لسنا هنا بصدد التشريح الشرعي الفقهي حول إجازة ذلك من عدمه. بالضبط أستاذ مصطفى، كنت بدي أسألك عن الموضوع، يعني هاي السنة ما شهدت المحافظة بشكل عام احتفاليات، فلو نفهم منك يعني الأسباب عن هالشيء هذا. أخي الكريم، يعني هذه السنة لم تشهد المحافظة كثير من الأشياء، من الأشياء التي تحتوي على اجتماع الناس، التي تتضمن اجتماع الناس في مكان واحد. طبعا أنت ترى وقد حصل قبل أيام أن قامت يد الغدر الروسية والأسدية بتواطؤ عالمي والله تعالى أعلى وأعلم بقصف أماكن التجمع في مدينة إدلب، إدلب الخضراء، هذه المدينة الصامدة، إدلب العز، التي انطلقت منها حناجر الأخوة المتظاهرين في البدايات، فجاءهم آلة القتل والإجرام الأسدية وقتلتهم، ثم الآن جاءت يد الغدر الروسية أيضا لتقتلهم في تجمعاتهم. فعندما ترى الطائرات تقصف أماكن التجمع فلا تطمئن ولا تأمن على نفسك وعلى أخوانك أن تجتمع في مكان ما لأداء شعيرة، حتى أننا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة نخشى على الناس، تجد مراصد يعني متأهبة للإعاز بأنه خرجت الطائرات وتجد مكان فلاني المصلين، وفي بعض المناطق تلغى صلاة الجمعة، تلغى حرصا على أرواح الناس. أرواح الناس غالية أخي الكريم، هذه من أكبر الأسباب التي دعت الناس إلى عدم التجمع لإبراز أي مظاهر فرح أو ابتهاج أو احتفال بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أستاذ، بدنا نستغل وجودك معنا، يعني لو تخبرنا عن شيء من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء بتحب تقوله، تفضل. والله يا أخي الكريم، في الوقت الراهن وفي الحالة الزمنية اللي احنا عايشين اليوم، أنا أتكلم الآن من داخل مدينة إدلب، من أمام مسجد الصحابي سعد بن أبي وقاص، الصحابي الجليل، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوصلوا لنا هذا الدين. أتكلم من أمام هذا المسجد الذي خرجت منه جموع المصلين في بادئ الأمر، في بادئ هذه الثورة المباركة، صادحة ناطقة بالحق تدعو إلى إزالة الظلم ورفع هذا الظلم عن هذه الأمة. يعني أتكلم عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده، عندما قال أعظم الجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق تقال عند سلطان جائر. على هذه الأحاديث الشريفة تربت الناس. نعم، يبدو أنه فقدنا الاتصال مع أنس التريسي. على كل الأحوال أشكرك أنس التريسي مراسلنا، كنت معي من ريف إدلب مباشرة على الهواء. الآن أذهب مباشرة إلى بيت لحم مع مراسلنا من هناك سامر الرويشد. سامر، يعني أيضا احتفالات الميلاد المجيد أيضا بدأت اليوم، حدثنا عن أجواء هذه الاحتفالات، تفضل. سامر الرويشد، عم تسمعني؟ طيب، لبما يجهز معنا سامر رح نتابع تقرير هالمرة، ولكن عن النظام يلي حاول كعادته استغلال المناسبات الدينية وقام بإضاءة شجرة ميلاد في الأماكن الخاضعة لسيطرته لتكون أكبرها في مدينة درعا بطول تجاوز 16 متر، ولكن ذلك لم يمنع مواليه من إطفاء لمستهم على الاحتفال والتعبير عن انتمائهم بطريقتهم الخاصة. قالها فارس شهابي في مثل هذا اليوم من العام الماضي: لن يحمي المسيحيين في سوريا سوى البوط العسكري. واليوم يؤكد شبيحة النظام ومنهم الشهابي هذه النظرية عبر نشر صورة شجرة عيد الميلاد مزينة بالبوط العسكري،
من هذا المنظور الضيق يتعامل المجتمع الموالي لهذا النظام مع الأعياد الدينية، رغم جهد وسائل إعلامه الرحيل في كل مرة إلى الكنائس لتغطية الاحتفاليات والخروج بمظهر المشارك. حتى رأس هذا النظام كانت له مشاركة في هذه التمثيليات المستهلكة عندما ادعى مفاجأة جوقة موسيقية في كنيسة العذراء بدمشق برفقة زوجته أسماء، محاولا إطفاء جو عفوي على المشهد. وبالعودة إلى أجواء أعياد الميلاد، فقد اقتصرت احتفالاتها على الصلوات في الكنائس، حيث أكد التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تراجعا ملحوظا في حركة البيع والشراء. وقالت مصادر إن المتجول في أسواق دمشق يجد أن زينة أعياد الميلاد تملأ واجهات المحال التجارية، لكن في الوقت نفسه يلاحظ انعدام الحركة الشرائية لهذه الزينة والتي يصل سعر الواحدة منها إلى 50,000 ليرة، بينما استهزأ آخرون من حالة الرفاهية التي يعيشها جنود الروس في قاعدة حميمين بريف اللاذقية. فلم ينس نائب وزير الدفاع الروسي الاهتمام بتفاصيل الاحتفالات، حيث ذكرت قناة روسيا اليوم نقل طائرة روسية لشجرة عيد الميلاد يبلغ طولها 12 مترا، إضافة لإرسال أشهى أنواع الأغذية والمشروبات ليحظى الجنود الروس بكامل حقوقهم في الاحتفال بعيد الميلاد. حتى السخرية نالت من بابا نويل، فبالنسبة للسوريين لم يعد بابا نويل بقدر على التنقل في سوريا بسبب كثرة الحواجز وسحب الشباب للخدمة الإلزامية، لذلك ستحل ماما نويل بدلا عنه هذا العام وتتولى مهمة توزيع الهدايا على الأطفال. أعود إلى مراسلنا سامر الرواشد من بيت لحم. سامر، يعني ضعني في أجواء الاحتفالات في بيت لحم، تفضل. نعم، الاحتفالات متواصلة في مدينة بيت لحم، تحديدا منذ ظهيرة هذا اليوم بدأت عمليا الاحتفالات بشكل رسمي بعد وصول موكب بطريرك القدس والأردن والأراضي المقدسة فؤاد طوال. هذه الاحتفالات ستتوج اليوم تحديدا في منتصف الساعات أو ساعة منتصف الليل بقداس منتصف الليل الذي سيجري هذه الليلة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شخصيات وطنية ودينية أيضا ستكون، بالإضافة أيضا إلى شخصيات عربية أبرزها وزير السياحة الأردني الذي قدم خصيصا ليمثل العاهل الأردني ويشارك في هذه الاحتفالات. هذا العام تحديدا يمكن الحديث بأن الاحتفالات تراجعت من ناحية أعداد المشاركين فيها، من ناحية المظاهر، وهذا جميعه يعود إلى استمرار الهبة الشعبية في الأراضي الفلسطينية واستمرار الإغلاقات الإسرائيلية التي تمثلت مثلا اليوم بإعاقة وصول المواطنين الفلسطينيين من منطقة رام الله والقدس إلى منطقة بيت لحم من خلال إغلاق منطقة العزرية، وهي المنطقة الواصلة بين مناطق شمال ووسط الضفة الغربية مع منطقة جنوب الضفة الغربية. أعداد السياح هذا العام تراجعت تقريبا بنسبة 11%، هذا على الأقل وفق وزارة السياحة الفلسطينية، ولكن هذا لم يغب عنه الاحتفالات، لكنها كانت هذا العام مقتصرة حسب قرار فلسطيني رسمي سواء من البلدية أو المحافظة أو الرئاسة الفلسطينية على القداس وأيضا الصلوات والترانيم، بالإضافة أيضا فقط إلى موضوع نصب هذه الشجرة، وتم تعليق شارة سوداء عليها في إشارة إلى حالة الحداد التي تترافق مع استمرار ارتقاء المزيد من الشهداء الفلسطينيين. يعني يبدو أن في تشابه بمعظم الدول من حيث عدم يعني حصول احتفالات دينية سواء فيما يخص عيد المولد النبوي الشريف أو عيد أعياد الميلاد بسبب الأوضاع السياسية والإنسانية بشكل عام. يعني بعرف أنه في معك ضيوف المفروض أنهم يحكوا عن هذا الموضوع، إذا موجودين معك تفضل. نعم أكيد، نعم معنا في هذه اللحظات سينضم إلينا الأستاذ فريد الأطرش، هو ناشط حقوقي وسياسي وهو ناشط أيضا في مجال المقاومة الشعبية، وكان من ضمن المشاركين مؤخرا في فعالية بمحيط جدار الفصل العنصري. كانت هذه الفعالية طبعا تتركز على محاولة الوصول إلى مدينة القدس لتوزيع الهدايا كما جرت العادة، وكما معروف ما يعرف بالرمز اللي هو بابا نويل. تحديدا بداية أستاذ فريد، مساء الخير، كل عام وأنت بخير. يعني كيف يمكن أن تصف للمشاهدين وأنت ابن مدينة بيت لحم وناشط في هذا المجال فيما يتعلق بالأعياد المسيحية وأعياد رأس السنة هذا العام؟ يعني بداية كل عام والجميع بألف خير، ونحن بيت لحم تحتفل هذا العام يعني بوجود الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين وعلى الأراضي الفلسطينية واستمرار هذه الاعتداءات. لا يوجد طعم لهذه الاحتفالات في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي
قتل السلام في مدينة السلام، في مدينة مهد المسيح عليه السلام، حينما أقام الجدار والمستوطنات حول هذه المدينة، وحينما يقوم باقتحامات ليلية متكررة لهذه المحافظة، ويقوم أيضا بمنع المصلين والمواطنين من الوصول إلى القدس لأداء الشعائر الدينية، وأيضا الوصول إلى أماكن العبادة وحرية التنقل. هذا الاحتلال للأسف ينغص هذه الأعياد من خلال قتل المواطنين. اليوم قتل حوالي 4 شهداء فلسطينيين بفعل آلة الحرب الإسرائيلية والاعتداءات الهمجية الإسرائيلية. طيب، فيما يتعلق بموضوع الرسالة، دائما يتمنى الفلسطينيون في كل عام أستاذ فريد أن يحل السلام في العام القادم، وهذه رسالة أيضا تجددت اليوم، ولعلك كنت شاهد على هذا الموضوع سواء مما سمعت أو حتى مما جاء أيضا في كلمات مقتضبة كانت هنا وهناك. يعني هل بات السلام وصل إلى مرحلة الأمل بين قوسين المفقود؟ يعني نحن نناضل من أجل السلام وننشد السلام، وخاصة نحن سكان مدينة السلام في مهد المسيح عليه السلام الذي جاء برسالة المحبة والسلام لكل العالم. نحن نطلب السلام وأن نعيش بسلام أسوة بغيرنا من العالم. نريد رحيل هذا الاحتلال، ونريد إنهاء هذا الاحتلال، ونريد أن نعيش بكرامة وأن نحتفل ببهجة وسرور، وليس أن نحتفل في ظل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وفي ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال على مدننا وقرانا الفلسطينية. طيب، فيما يتعلق أيضا أستاذ الكريم في موضوع المشاركة سواء من الخارج أو أيضا من المناطق المحيطة من قطاع غزة، من أراضي 48، من القدس وغيره، إلى أي مدى ترى أيضا بأن هذا العام أيضا مختلف، وخاصة في تراجع ملحوظ؟ يعني حقيقة هناك تراجع ملحوظ في عدد المشاركين في الاحتفالات هذا العام، والسبب هو الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة على الأراضي الفلسطينية، واستمرار قتل المواطنين، واستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الأراضي الفلسطينية، وأيضا الهبة الجماهيرية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني ردا على اعتداءات الاحتلال. في هذا العام تراجعت الأعداد، وبيت لحم حزينة أيضا على الشهداء وعلى الجرحى وعلى المعتقلين الذين يقوم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب هذه الجرائم. رسالة بيت لحم هي رسالة محبة ورسالة سلام، ورسالتنا أننا نريد أن نعيش بسلام في أرض السلام. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا للأستاذ فريد الأطرش، بالتأكيد هو طبعا ناشط حقوقي، المحامي فريد الأطرش أيضا ناشط في المجال السياسي وفي مجال طبعا مشاهدينا الكرام المقاومة الشعبية، بالإشارة لما يتحدث به أيضا هنا كان نصب في وسط هذه الساحة. نعم، أشكرك سامر رويشد على هذه النافذة من بيت لحم، وأشكر أيضا ضيفك، شكرا لك. أذهب مرة أخرى إلى أنس التريسي مراسلنا هناك من ريف إدلب، معه مجموعة من الأطفال على ما يبدو بدهم يغنوا شيء أو يقولوا شيء، تفضل أنس. صح رولا، يعني كثير من الأطفال هون بالحي تجمعوا حابين يقروا قرآن، فتجمعوا مع بعض ورح نخلي الهواء لهم. يلا عمو، إيش كنتوا بتكون تقروا قرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، مين حفظان غني كمان بعدها؟ انت قلتي لي حفظان غنيه مو؟ طيب، ايش كنت تغنوا لنا غنيه؟ اطفال العالم. يلا يا اطفال العالم، يا اطفال العالم غنوا معنا لطفولتكم، يا اطفال العالم بسعادتنا وسعادتنا لمجد العالم، إنا من وطن الحرية وننادىكم من سوريا، يا أطفال العالم
وننادي من أكبر منا مستقبلنا في أيديكم ولا يغفل أحد عنا ولتحمونا بمآقيق حتى ننمو غصا أخضر حبة قمح تصبح بيضة ومعارفنا تصبح أكبر يا أطفال العالم. لا تنسوا طفلا محروما في كل بلاد محتلة أو طفلا يحيا مظلوم أو دمعة تحرق في المقلى لا الجوع ولا الظل في أنحاء العالم. يسلموا يا عمو يسلموا. يلا عطونا باي للكاميرا. يعني رولا كانت قراءة من الأطفال لسورة الفاتحة وغنية حلوة من طفلة شاركت معنا بهالأجواء الحلوة. يعني هي عينة صغيرة من الأجواء اللي عاشوها الناس واللي عم بيعيشوها الأطفال هون بإدلب بمناسبة المولد النبوي الشريف. شكرا لعندك رولا. شكرا لإلك أناس وشكرا لهالأطفال الحلوين الظراف اللي كانوا معك وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لإلك. شكرا يعطيك ألف عافية. نختم حلقة اليوم بأغنية ليحيى حوا تحت عنوان سيدنا المسيح. طبعا هذه الأغنية بمشاركة مسلمين ومسيحيين وعرب وأوروبيين. إلى اللقاء.